خير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا صاحيه من النوم والله مرهقه جدا جدا جدا، بس دعولي دعولي ربنا يشفيني يا جماعه. والله مرهقه جدا 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 النهارده. ايه عاملين ايه كده؟ طمنوني كده عليكم، وحشتوني، ما طلعتش من زمان لايف، وحشيني والله. تعبانة جدا يا جماعة، ادعولي ربنا يشفيني يا رب. مرهقة جدا 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 جدا، تعبانة. بس يا جماعة نتكلم النهاردة عن الغدر والخيانة، الغدر والخيانة في كل حاجة، حتى بين الأصدقاء وبين الأصحاب وبين الإخوات. اكفيكوا شر اللي بيضحك في وشك، اكفيك شر اللي بيضحك في وشك ومن جواه غدر وخيانة، من جواه لقم، من جوا حاجات كتير مش كويسة. معلش يا جماعة، الغدر حاجة وحشة خالص والله. مش شرط يكون مش شرط يكون غدر بين الأحبة أو بين المتزوجين، ممكن يكون غدر بين الصحاب، بين الإخوات، غدر من أقرب ناس ليك، ناس تتآمن ليهم، ناس تضحك في وشهم ويضحكوا في وشك، ناس تقابلهم سلام عليكم عاملين ايه ازيكم، وهما من وراك بيتعانوا ومن وراك ان هم بيحاولوا ان هم يعملوا حاجات مش كويسه ضدك. طب وليه؟ والناس دي بتديها الثقه، يعني انت لما بتقابل ناس او تعرف ناس لمجرد ان هم اصحاب او ان انت اديت فيهم الثقه، خلاص بيبقوا بالنسبه لك اخواتك، وبتسلم عليهم وانت ماشي وتقول لهم ازيكم وعاملين ايه. في نفس الوقت تلاقيهم بيغدروا بيك من في ظهرك، بيطعنوك، وتبقى دي الصدمة، بيبقى دي الصدمة، وبتبقى دي يعني الحاجة اللي هي فعلا بتصدم البني آدم، وبيتحسس ان هو كان عايش في وهم. الله يسلمك، تسلم تسلم للعلامة مصطفى سراج. شكرا ليكم شكرا ليكم شكرا ليكم، بشكركم بشكركم كتير جدا جدا. عاملين ايه؟ زيكم، وحشين كتير والله. اخبار صحتكم ايه؟ نايمة مرهقة جدا، مرهقة كده بتعب، مش عارفة في ايه بالظبط. الحمد لله الحمد لله، العلامة مصطفى سراج، شكرا لحضرتك. انا قلت اما ادخل اصب عليكم كده واطمنكم كده عليا واطمن عليكم، لان انتوا فعلا وحشتوني كتير كتير كتير. كنت محتاجة بس ان انتوا تدعوا لي كده ربنا يشفيني بجد والله، ادعوا لي كده ربنا يشفيني بجد. انا تعبانة تعبانة والله، بس مش عارفة في ايه بالظبط. حاسة كده بتعب جسدي كده وتعب عام، مش عارفة في ايه، هل ده ارهاق ولا ده ايه بالظبط؟ اخباركم؟ هضطر اقفل اللايف لان فعلا مش قادره اتكلم. هقفل اللايف واطلع لكم بلايف تاني. السلام عليكم.